يا صباح الفل والياسمين، كيفكم؟ سواي شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. انتم عم تشوفوا فيديو اليوم، اهلا وسهلا فيكم كلكم، نورتوا قناتي. اهلا وسهلا بصبايا الجداد اللي انضمت لقناتي جديد، منورين هون صبايا الصبح بكير. قلت لساوي البلكون نظفها، ايدي زمان ما ساويتها، يعني تقريبا صار لي من شي اسبوعين اكثر كمان. يعني كثير صبايا قالوا لي انه كيف وقت ساويت البلكون ورتبتها، قالوا لي كثير صعب مساواه البلكون، كيف لحط نظفيه وهيك في حجار وكذا. هلا رح اقول لكم انا كيف بنظفها، وعن جد كثير سهله وكثير مريحه، يعني تنظيفها كثير. هي الطريقه اللي انا بساويها كثير ما بدها يعني عذاب. اول شيء مثل ما شايفين هي تبع الغبره اللي بتشتغل على البطاريه، بطلعها بصير بنفض كل الاغراض اللي موجوده بالبلكون، هيك بنفضها لحتى ينزل الغبره لتحت كلياتهم، حتى الفوانيس، الاضويه، كل شيء، الخشب اللي فوق معلقته كله بنفضه اول شيء. بعدين هي الحدايد، هي اللي هيك فوق البلور، كلياتها بمسحها، بخها بالمي والخل هيك، وبمسحها بالممسحه. بهذا الفيديو حتيجي ماما لعندي، عزمتهم عازمه يعني اهلي على الغدا، فرح تجي على الساعه هيك 1:12 تقريبا، اجت الظهر. بدي اعمل كبه انا وياها، صراحه كنت بدي اساويها لحالي، بس صراحه انا كثير بخاف من العزايم الكبيره، يعني انه وقت بدي اساوي كميات كبيره باكل فبخاف انه ما يزبط معي، تطلع مو ظريفه. فخلص ماما يعني بتعرفني، قالت لي انه لا تساويها لحتى انا اجي ونساويها مع بعض. فالله يخلي لي اياها، يعني عن جد هيك وقت الواحد بيشتغل مع بعض يعني معاونة، ما بتحسي انه بالشغل وما بتتعبي. فاجت ساعدتني. هلا هون مثل ما شايفين بعد ما مسحت هي الحديد هيك داير البلكون، جبت هي المكنسة اللاسلكية صرت كنس مثل ما شايفين. قالوا لي صبايا انه هدول الخشبات تحت منها في فراغ، بصير بحشي فيها الغبرة وهيك، فهي المكنسة كتير ظريفة، يعني خلص بشغلها على اقوى شيء، هي 3 درجات هي المكنسة، فاقوى شيء بتشفط منيح. بمشيها يعني الخزان تبعها كان فاضي، فبيبين بالخزان قد ايه في غبرة وقد ايه شفطت شغلات وورق وغبار وهيك. هلا هون مثل ما شايفين عند الحجار كيف بنظفها، بشلت هي القطعة الكبيرة وصرت هيك، صرت مرر هي المكنسة، مررها بين الحجار لأنه فيها ورد يابسان، فيها غبرة بين الحجار، في غبرة وورق هيك يبسان، فبمررها وبشفط. بس شلون بحط العيار المكنسة على اخف شيء مشان ما تشفط الحجار، فوقت بحط على اقل شيء بيشفط شوي، يعني الشفط تبعه كتير هيك بيبقى خفيف فما بتشفط الحجار، وبنفس الوقت الغبرة والورق الشيء الخفيف بتشفطه، عرفتوا؟ من دون ما تاخد الحجار. عن جد هي الطريقة كتير سهلة وما بياخد معي وقت كتير، فورا بنظفها بتصير البلكون نظيفة يعني عم تلمع لمع. واخر شيء مثل ما شايفين هي الممسحة البخاخ، معبيتها كمان مي وخل مشان تعقم الارض وهيك، برش مثل ما شايفين برش وبمسح ولا اسهل يعني.
هون صار وقت الفطور، قلت لأعمل الأولاد فطاير بعجينة الباف باستري. كتير سهلة هي الأكلة وعن جد كتير طيبة. مثل ما شايفين هلا هي الأكلة، فيك تحطي لها يلي عندك، يعني اللي موجود عندك من الخضرة. أنا هون عندي فليفلة خضرة، هي الفليفلة فكرتها حلوة طلعت حدة، بس أنا بحب الحد، بس مشان الأولاد أكلوها وهن عم يتشلفط تمهم. هاي الفليفلة والبندورة، فيك تحطي لها زيتون كمان، بس ما كان عندي زيتون هيك شرائح يعني. وكمان جبنة قشقوان، فيك تحطي لها جبنة بيضة، وحطيت لها كمان فطر ودرة صفرة، يعني اللي موجود عندك من الخضرة وشو بتحبي ممكن تحطي لها. هلا هون الجبنة القشقوان عندي اياها، بدي ابرشها بهي المبرشة. هلا هون حطيت بيضتين مثل ما لكم شايفين، في ناس بحطوا لها لهي العجينة بيض وجبنة بيضة بس مع بقدونس، بيحشوها يعني مرتديلا او سجق يلي بتحبوه. هلا هون هيك حطيت بيضتين مع ملح وفلفل، وهلا ببلش. جبت هي الصينية تبع الفرن، حطيت لها ورق زبدة مشان ما يلزق العجين بالصينية، والصراحة بحب حط ورق زبدة لهدول الصواني مشان يسهل الجلي، يعني ما بيلزق شي عليها، فسهل انك تجليها. هلا هون هي العجينة هيك طلعتها من هي بتكون بالتلاجة، بطلعيها من التلاجة من يعني من قبل بربع ساعة بنص ساعة تقريبا او ساعة ليدوب، بتكون متلجة لتدوب. هلا هون طلعت هيك وحدة، هيك بتكون هي طويلة، قسمتها بالنص، وبعدين بهذا الشوبك بترقيها لتصير هيك بشكل طولي، وبعدين الاطراف هيك بتبرميهم، تبرمي هذا الطرف وهذا الطرف هيك لحتى يصير في إلى مثل ارتفاع، يعني لأنه بدنا نحط البيض مشان ما ينزل من هون ومن هون، وبدنا نعملها بهذا الشكل مثل دون الفطاير بجبنة اللي كنا ناكلهم بسوريا، نفس الشكل هذا. هيك بتاخدي يعني بتبوزيها من 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 طرف من فوق ومن تحت، بتبوزيها بقى بتطلع هيك بهذا الشكل. هلا عم ساويهم كلياتهم، عملتهم هيك بهذا الشكل، تاخدي الطرفين وبتعمليه مثل البوزة يعني، وبعدين بتحطيهم بالصينية. لا انا ساويت، انتي بدك تحطي بالصينية، ما تخليهم يكونوا لازقانين ببعض، لانه بس تحطيها بالفرن رح ينفشوا ويكبروا يتضاعف حجمهم. هلا هون بتحطي بكل وحدة هيك معلقتين من البيض، وبعدين بالفرشاية. هلا هون انا بجيب الفرشاية وبتصيري بتعملي هيك، يعني بتعملي لها على الاطراف ومن النص كلياتها، هيك بتمدي البيض على كل الاطراف. هلا هون بتحطي الجبنة القشقوان، لهون بعد ما حطيت البندورة والفليفلة والدرة والفطر على وشها، حطيتها بالفرن. الفرن شاغل درجة 200، وبده تقريبا 20 دقيقة بيكون خالص يعني. هلا هون قلت لحضر الشاي، حطيت المي السخنة حطيته على الغاز. هلا هون عم جيب المقلاية هي تبع البانكيك،
بدي اعمل البيض اللي زاد، فطلعت تنتين. انا كنت مفكرة رح تطلع ثلاثة بس طلعوا هيك تنتين. جبت الزبدة وحطيت هيك على الدوائر، حطيت شوية زبدة مشان ما يلزق البيض. هو هي المقلاية كتير ظريفة ما بيلزق شي فيها، بس قلت انه بتعطي طعمة طيبة كمان للبيض. هون البيض وطيت تحتهم وحطيت له غطا مشان هيك تستوي على مهلها وما تحترق. هون الشاي كان خلص غلى الابريق منيح، فحطيت له ظرفين شاي، طفيت تحتهم لحتى يختمر الشاي. هلا هون عندي هي علبه السكر تبع المكعبات خالصه، فقلت لعبيها. هيك الفطور تبعي كان جاهز. عن جد الأكلة كتير طيبة وسهلة وما بدها هيك شغل كتير، بنصحكم عن جد تجربوها. لهون بعد ما فطرنا وضبيت، عندي هي الغزانة اللي فوق الغاز، قلت بدي ساويها، يعني إلي زمان حاطة ببالي ساويها، فقلت هلأ بهذا الفيديو لح ضبضبها ورتبها معكم. أول شي شلت البهارات كلياتها اللي فيها. عندي هذا الدرج من وقت كنت بالبيت القديم أرجيتكم إياها، جبتها بالصراحة أبدا مو ظريفة، يعني لأنه الدرج ماين، فوقت بتحطي علبة البهارات بتلاقيه يعني بتيجي بتاخدي وحدة بهروا التانيات. فشو عملت يعني هيك تدبيرة لبين ما الاقي علب هيك يعجبوني، فحطيت لها للزيق مثل ما شايفين هيك، حاطت لها للزيق، كنت هدول اللي بيلزقوا على الوشين هيك لونه ابيض، فحطيت لها للزيق مشان وقت حط العلبة عليها، يعني علبة البهارات ما توقع، يعني يكون هيك ثابتة يعني باللزيق، ما تصحت وتوقع. فهون قلت لاجليها، انا كنت بدي قيمه يعني كبه لانه عجد مو ظريفه، بس هذا ابني تيم فات لاني عم قيمه، قال لي ماما اعطيني اياها بدي صف عليها السيارات والعب فيها، فجليت له اياها مشان ياخذها. هلا هون مثل ما شايفين هدول العلب انا جبتهم، هدول العلب الكبار اللي طلعت فيهم ماجي. عندي هدول الماجي، انا بجيب ماجي على جاج وماجي على لحمه، فحطيت علبه فيها ماجي على اللحمه وعلبه على جاج. هلا كتير منكم صبايا الحلولي الماجي مضرة وما منيحة ومن هالكلام، فأنا يعني ايه بعرف انه مضرة، بس احيانا ببقى شايفة اكلة هيك على النت بيقولوا انه حطي لها ماجي وكذا، فانه بستعمل الماجي يعني صدفة مو كتير. هلا هون هدول العلب كمان كتير عجبوني، كمان جبتهم من النت، بحط لكم رابطها تحت بصندوق الوصف باول تعليق، هيك بيجي مثل انبوبات كتير شكلهم غريب وحلو. في بهارات بتجيبيها ما كتير بتستعمليها وبكون هيك كتير قلال يعني لتستعملي، فظريفة هي العلبة، يعني هي ما كتير كبيرة ولا كتير صغيرة، يمكن على التصوير مبين صغيرة بس هي لأ منيح حجمها منيح. هلا أول علبة حطيت فيها الكاري، عبيتها أول شي، أنا عندي بس هذا ما بعرف شو بتسموه انتو القمع، حطيت له القمع وصرت عبيها، كانت سهلة يعني.
بس اجيت هلأ بدي اعبي الكركم، فقلت القمع صار فيه الكاري يعني كلياته دايره صار كاري، فقلت مشان ما يختلط الكاري مع الكركم فصرت اعبيه بمعلقة الصغيرة يلي بنحرك فيها الشاي. عبيت العلبة الثانية كركم، وهي العلبة حطيت فيها كربونات. كمان احيانا بستعملها للجاتو للفول، وقت بدي اسلق فول وهيك، فما كتير كمان بستعملها. فظريفي ازراف دون العلب هيك صغار يعني لهيك شغلات. هلأ هون عندي، هون عم جيب جوزة الطيب والهيل. عندي هيل حب، فاحيانا بحب احط هيل مطحون للجاج وهيك. فعندي مطحنة قلت لأطحن جوزة الطيب كمان، وقت اجي بدي اطبخ هيك طبخة فيها جوزة الطيب ببرش جوزة الطيب فوق الاكلة. فقلت احسن ما اطلع المبرشة وابرش وهيك يضيع وقت، قلت هيك بفرمهم بلاقيهم يعني جاهزين مفرومين جاهزين. هون حطيت مثل ما شايفين كم حبة من جوزة الطيب وبلشت افرمهم مشان اعبيهم بهي الانبوبة. لهون صرت افتح الهيل واحدة واحدة وصرت طلع الحبات اللي بقلبها مشان افرمها. فانا عندي هي العلبة الصغيرة، العلبة الكبيرة حاطة هيل حب والعلبة الصغيرة هيل مطحون. الهيل الحب خلص من عندي، بدي يعني وصي زوجي، بس حطيت الهيل المطحون بقلب العلبة ورجعتها على الخزانة. هلا هون هي الفرامة جبت محرمة معطرة وصرت امسحها، يعني انا كل الالات الكهربائية قبل ما رجعون على العلبة بمسحهم، ما برجعهم نسخين مشان يضلوا هيك نضاف، امتى ما طلعتهم بلاقيهم نضاف. هلا هون كنت عم بمسح المجلى، كتير صبايا بيسألوني انه شو رأيك بالمجلى اللي لونها بيضة، يا ترى بتبقع؟ يعني هيك كتير عالم بيقولوا لهم انه ما بننصحكم فيها وبتبقع وهيك. الصراحة كتير ظريفة، يعني انا لهلا احيانا ببقى عم بطبخ مثلا بلاقي في عليها دبس البندورة معلم لون احمر يعني، فبمسحها بالممسحة ما بتروح، فبجيب كلور بيروح، او مثلا البخاخ المزيل للدهون كمان بيروح، يعني ما احلى لهلا ممتازة معي. فبنصحكم فيها، يعني يمكن على حسب النوعية، انا هي نوعيتها ما بعرف لانه هو بيت اجار مو انا حاططه وانا يلي كاسية البيت لحتى اقولكم شو اسمه. هلا هون عندي هذا الجهاز تبعي اللي بكتب عليه الاسماء البهارات وهيك مشان ما خربت. مثل ما شايفين الدولاب في بقلب منه مثل دولاب، و يعني للزيت لونه أسود. فخلص من وقت جبتها يعني كتير قعد معي الصراحة، سابت كتبت على كتير علب، فهلأ خلاص. فعندي أنا واحد تاني للزيت تاني جبته، كتير سهل، بتشيلي الغطا وبتشيلي أول واحد يلي فضي بتحطي التاني، والزيت هيك بتدخليه مثل ما شفتوني بالفيديو، بتدخليه لجوا بتطلع الزيقة لبرا وبتبلشي تكتبي عادي، يعني كتير سهل تركيبه. هلا هون هدول العلب كتبت عليهم كل اسماء البهارات مشان ما خربت، واخر انبوبتين حطيت فيهم، واحدة حطيت فيها ملونات المندي صفار البيض، والتاني حطيت فيها بياض البيض اللي بنحطهم للمندي. هلا هون ولادي جاعوا قالوا لي بدنا ناكل، فعندي هي نص بطيخة انا بقسمها مثل وقت كنا بالمزرعة. هذيك المرة رجيتكم الفيديو، انا هي الطريقة اخدتها من بابا هيك دائما بيقسم لنا اياها وقت كنت عندهم يعني، فبتشتهي اكلها وقت هيك يقسمها. اول شي بتقسميها هيك بالنص، ومثل ما شايفين بتقلبيها، بتبلشي تقشريها من برا شوي شوي بتقشريها، وبعدين بتقسميها هيك بهذا الشكل.
هلا هون اجوا اهلي، ففتت انا وماما على المطبخ لنجهز للغدا. قلت لكم رح اساوي كبه، فعملنا العجينه. العجينه حطيت لها كاستين برغل ناعم ابيض وكاستين برغل ناعم اسمر، وحطينا لهم مي لهيك ينقعوا شوي بالمي والحبه تنفش. وهون عم ساوي الحشوه كمان مشان تبرد ونحطها هيك على جنب. البصل بصلتين كبار ولحمه ناعمه، وكمان بدنا نحط لها جوز. هلا بصور لكم الجوز شلون منقطعه. هلا هون فت على غرفة القعدة كان بابا بهذا الوقت، نحن بالمطبخ عم نشتغل بهذا الوقت عم يعلم الولاد على الصلاة، انه الحركات وشو بيقولوا بالسجود وبالركوع وهيك. هلا هون بعد ما عملنا الحشوة وعملنا العجينة، يعني تركناه هناك على جنب لتنقع، قلت لأعمل عصير. هون العصير عندي عصير بردقان جاهز، حطيته بالخلاط وعصرت فوق منهم شي 7 ليمونات حطيتهم فوقهم، بعدين حطيت لهم تلج وهيك خلطتهم بهذا الخلاط. هلا هون بعد ما شربنا العصير الحشوة تبع الكبة برديت، فالهدون الجوزات ماما قطعتهم هيك بالسكين وبعدين قلتهم شوي بشوية زيت، يعني حمصتهم شوي وبعدين حطيتهم فوق الحشوة هي وباردة الحشوة مشان الجوزة ما تشتش بالسخونة. هلا هون بما كنت الكبة شغلناها وصرنا نحط البرغل، بعد ما هيك نقعناه صرنا نحط البرغل وهيك بيطلع بهذا الشكل. وكمان بتحطي له بصلة وملح وفلفل، وبعدين حطينا له لحمة هبرة. اللحمة الهبرة هيك بتساعد انه وقت يعني تشكليها ما تفسخ معك وبتطلع طعمتها طيبة. هلا هون هيك الكبة المقلية كانت جاهزة، يعني صرنا نطلعها بتطلعيها من الماكينة الكبة بهذا الشكل، وبعدين بتسديها من تحت وبتحشيها باللحمة والجوز والبصلة بتسديها من فوق بهذا الشكل هيك مبوزة. يعني في ناس بيعملوا شكل الكبة من تحت ومن فوق مبوز، نحنا بنعملها هيك بهذا الشكل. هلا هون عم نساوي الكبة المقلية اللبنية، فتنا على غرفة القعدة لأنه وقفنا كتير بغرفة بالمطبخ، ففتنا على غرفة القعدة إننا نتفرج على التلفزيون نحنا عم نساوي الكبة اللبنية. هلا هون اللبنات مثل ما شفتوا حطينا له النشا وخلطناهم بالهاند بلاندر. هون التبولة قلت لساويها، انا فرمت البقدونسات وحطيت لها خسة كمان لانه كان عندي بس جرزة واحدة بقدونس، فقلت لها حط لها خسة. وحطيت لها برغل ناعم وبندورة وزيت زيتون وليمون ونعناع يابس، وهي يعني اكلة التبولة عن يعني جد اكلة كتير طيبة مع الكبة لازم يعني. هلا هون اللبنات بعد ما حطينا لهم النشا وخلطناهم صرنا هيك نحركهم، الغاز يكون شاغل تحتهم قوي، بتحركيهم لحتى يغلوا منيح وبعدين بتسقطي الكبايات فوقهم. انا كتير بعشق اكلة اللبن والكبة بالذات، كبة اللبنية يعني كتير طيبة. هلا هون ماما عم تقلي الكبة المقلية بالمقلاية بالزيت، يعني هلا هون الكبة اللبنية استوت، طلعنا وحدة يعني بتطلعي وحدة بتشوفي الحشوة تبعها اذا مستوية من جوا او لا. بدها تقريبا ربع ساعة هي عم تغلي باللبن بتكون استوت. هلا هون هيك اكلنا صار جاهز وكل شي تمام، عن جد يعني الاكل كتير طيب طلع، يا ريتكم جنبي لحتى اعطي كل واحد هيك قرص قرص على الماشي. هلا هون بعد الاكل هيك بساعتين قلت لساوي لحط بوزة، عندي بوزة على ليمون وفريز وشوكولا كتير طيبين، فصرت هيك عملت كل واحد بوري ومشان ناكل.
فهون رحنا انا واهلي على المول، ولادي بدهم يشتروا من محل الالعاب، مو صمدوا مصاري بالعيد وهيك مصمدين مصاري من قبل كمان، فطلعوهم كلهم من المكموره قالوا لي نحن بدنا نشتري العاب. فاتوا على محل الالعاب صاروا ينقوا كل واحد لعبه على قد المصاري تبعاته، فانا معلمتهم انه كيف يقروا الاسعار، وانه يعني هيك عم علمهم هلا انه كيف ممكن تصمدوا مصاري وعلى قد المصاري بتشتروا لعبه، واذا صمدتوا اكثر بتشتروا لعبه اتقل. فابني تيم اختار سيارة لها جهاز، هو كتير يعني بحب السيارات، يعني مهووس بالسيارات. ابني محمد اختار هذا الفرد، هيك في له طلقات يعني، والطلقات تبعته من السفنج ما بيقسي، كتير كمان حلو حبه يعني. هلا هون هيك عم صور لكم من المحلات كم مقطع، وبس هذا هو الفيديو تبعي لليوم، بتمنى يكون عجبكم. اذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة، بحبكم كتير، سلام.